لا تفاهمات قادمة وجمود يخيم على المشهد السياسي بحسب المعطيات الحالية، وخاصة بعد فشل محاولة قاآني ورسالة خامنئي الخاصة ببقاء الإطار متماسكا. لكن مساحة المناورة ما زالت موجودة، وهذا اللي دفع قوى الإطار إلى تقديم مبادرة من عدة نقاط، أهمها الاشتراك باختيار رئيس الوزراء والابتعاد عن مبدأ المحاصصة. لكن شلون يجتمع هذا المطلب مع من يبحث بالأساس عن المحاصصة والمشاركة بحسب رأي الصدريين؟ في حين الرد الصدري لم يسمع بعد، وربما لن يسمع لعدم القناعة بمجريات المبادرة وأنها لم تأتي بجديد. بالمقابل المناورات قد لا يكون بعضها سياسي، بل يمكن أن تتحول إلى وضع أمني، خاصة وأن الحرب السياسية مو نظيفة أبدا، لأن التلاعب بحياة وأمن الناس شيء بسيط وسهل جدا. فالأطراف المختلفة فيما بينها حققت جزء من تهديداتها السابقة حول السلم الأهلي لأجل الضغط السياسي وثني جهات المتعنتة وأرجاعها إلى طاولة الحوار. بمعنى القضية مو جديدة، واللي بدأت من خلال ضرب مقار الأحزاب وانتقلت إلى حد تهديد أمن المحافظات التابعة للمكونات الأخرى بجهات مسلحة، ومثل ما حصل قبل مدة على مشارف الأنبار، واللي بعدها انتقلت هذه المشاهد إلى ميسان. فأحداث هذه المحافظة ظاهرها أمني لكن باطنها سياسي، والأمر لا يحتاج إلى فك شفرات، لأن اللعب صار على المكشوف بعد تغريدتي السيد الصدر وزعيم العصائب قيس الخزعلي ودعوة السيد العامري إلى التهدئة. فالرسائل واضحة، واضحة المعالم من عمليات التصفية هناك بسبب الخلاف السياسي. الخلاصة لو ألعب لو أخرب الملعب، لأن التصعيد المسلح قابل للإزدياد مع الانسداد، انسداد الأمور كليا والذهاب نحو تشكيل حكومة الأغلبية.